طبعا مشيت كان معايا 8 جنيه ولا 9 جنيه في برضو. جيبي. البيجو من السويس لمصر كان 2 جنيه 35 قرش فاكر، وراجع 2 جنيه 35 قرش يبقى 4 جنيه 70 قرش. حلو، بقى معاه 5 بقى جنيه معايا شوية تقريبا. فلوس هركب باص اروح النادي الاهلي. مراتي قالت لي روح شوف ايه. ايه اللي هيحصل؟ انا داخل النادي ورحمة الله عليه كابتن صالح خارج بالصدفة؟ بالصدفة. حلو. ممكن يكون لو انا وقفت اشرب عصير او هو ده حب يشرب المهم قهوته كده اتقابلته. اتقابلنا. قال لي انت فين يا ابني، انت في الخليج؟ وانا ساعتها ما فيش، مش لاقي اللضا. قلت له لا مش الخليج ولا حاجه كابتن. قال لي تروح دلوقتي للكابتن صفوت رحمه الله عليه، من نور رحمه الله عليه كتير اول مره، في الملعب الصغير ابتدي بقى مدرب معاه وانا هاخد قرارك بالتمرير. شوف الصدفه العجيبه. الله يرحمه كابتن صالح سليم اللي قال كده. رحت اشتغلت مع صفوت وانا ماشي بقى. قلت له مش جاي بكره، انا ليه؟ عايش في السويس معيش فلوس هرجي بيها. حلو. فنادى العمادي اليماني ربنا يديله الصحه، اداني ملابس واداني روحت ب 800 جنيه. ياه، ادوني 800 جنيه 800 جنيه اول فلوس كابتن عماد اخدها من النادي اليماني الاهلي، ربنا يديله الصحه. ربنا يديله الصحه. وجيت كنت اول فلوس تاخدها من النادي الاهلي 800 جنيه في اول يوم، في اول 5 دقائق تدريب. وبس بدات بقى الدنيا في الدنيا مشيت. قعدت رايح جاي السويس مصر السويس مصر شويه، وبعدين استقريت بعد يمكن 3 4 سنين في القاهره. و يعني 3 4 سنين رايح جاي من السويس. رايح جاي من السويس. ياه. وكان السواقين بيجوا عارفين ان ما كانش عندي عربيه ولا حاجه، عارفين مكاني حاجز لي واجي انام عشان تصحى على التمرين. بالظبط كده. عذاب برضه يا كابتن. عذاب جدا، بس هو ده اللي عملك، هو ده اللي عمل. هو ده اللي يعني دايما اسمع كلمه المعاناه بتخلق رجاله. هي فعلا، هي فعلا. وكان عندي عبد الرحمن بقى عنده سنه لسه، ولسه بسم الله ما شاء الله. فبدات من هنا بقى يعني. كنت بمرن فرقتين، كابتن محمد رمضان طبعا اشفق عليا جدا وقال للكابتن صالح، فعملوا لي بدل مواصلات، وبعد كده ادوني فرقه كمان عشان يعملوا لي دبل مرتب. يعني اللي يحب يمسك فرقتين ثلاثه لو بتاخد جنيه يدوك اتنين. بالظبط كده. عشان كده وبعد كده بقى جال كابتن محمد رمضان قال انت وحسام، كابتن صالح عايزكم في الجزيره. فكابتن صالح عايزنا في الجزيره ليه؟ ما رضاش. كابتن محمد رمضان. لانه كابتن محمد رمضان كان شايف قد ايه الشغل، كان امين جدا. وكان بينقل للكابتن صالح وكابتن. هو رحنا الجزيره قالوا ان انتوا هنا بقى مدربين الدرجه الاولى. فكنا واحنا راجعين انا وحسام كنا بنسمع اغنيه تفتكر سنه كام؟ ربك لما يريد. سنه 2000 1999 99 2000 ربك لما يريد. واتفقت انا وحسام ايه، ان شاء الله نشتغل سنه نتعرف، بعد كده لما اجهز بقى ام بي الاتحاد. المهم تلعب في الاهلي. يعني نمسك يعني مدربين. تمرن في الاهلي. بالظبط كده. وقعدنا قبل بس ما نخش للمرحله دي، قعدت العشر سنين دول في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. طبعا خلاص بقى قطاع العشر سنين دول فيهم مثلا 70 80 مليون جنيه، فيهم الشريف اكرامي واحمد اكرامي وامير عبد الحميد. ايوه، ما هو ده اللي لو جيت هو ده اللي انا عايز اوصل له. لو جيت تشتريهم هتشتريهم بمبالغ دلوقتي خلاص. يعني كان كنا بنطلع يعني احمد فوزي ومصطفى كمال وحاجات كتير. حاجات كتير. والحضري طبعا. الحضري بقى مع الدرجه الاولى. مع الدرجه الاولى. مع الدرجه الاولى. قعدت بقى الفتره دي كلها مع القطاع الناشئين، وبعدين كنت عارف انت المدرب الكشكول؟ اللي هو مع ال 14 وبعدين مع ال 16 وبعدين اروح الماتش كده. يعني المرمطه اللي في الدنيا كلها اتمرمطت. عشان كده بقول للمدربين الناشئين او المدربين الطموحين يعني اشتغل. مهما كان اتعب واشتغل وان شاء الله تلاقيه. اصل يا كابتن الكلمه اللي حضرتك بتقولها دي درس كبير جدا جدا، ان حضرتك تبقى راجع معاك في جيبك 2 3 جنيه. تلاقي الله يرحمه كابتن صالح. ايوه سبحان الله. دي درس حصل يعني. حصل كتير. تلاقي كابتن صالح بيقول لك خش دلوقتي. اكيد انت عمال على انا شغال على نفسك، واكيد ربنا شايفك فاوجد لك الموقف ده. لانه لو عايز يشرب قهوه كمان دقيقتين ما كناش هنتقابل وكنت هرجع السويس. هو ده اللي انا بقول لك عليه، محبط و ويعلم بقى الدنيا هتمشي ازاي. بالظبط بالظبط. طيب قعدنا ال 10 سنين في قطاع الناشئين، خلصنا ال 10 سنين